دكتور صفوت علي وحسين ساعدوني كتير جدا، بالذات علي كان ليه دور كبير قوي في المرافعه اللي قدمها مجدي حشيش. خديجه كلمتني عنكم كتير قوي والف شكر على اللي انتوا عملتوه علشاني. لا احنا اللي متشكرين والله يا دكتور يعني وكفار. طيب بما ان احنا قاعدين بخصوص موضوع حبيبه، ف انا حابب ان انا اقول انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان اوصل للي قتل حبيبه. وانا كمان يا دكتور، القضيه دي مهمه جدا بالنسبه لي واحب اساعد فيها باي شكل من الاشكال. عظيم جدا، بس انا حابب انبه الموضوع مش بسيط خالص، وانا مش حابب اعرض اي حد فيكم للخطر، وزي ما قلت لكم كفايه قوي اللي انتوا عملتوه علشاني. انا بالنسبه لي الطريق ده خلاص ما فيهوش رجعه. ما احنا عشان نوصل لنتيجه لاخر الطريق ده يا خديجه لازم نوصل للابحاث. انا دورت في كل حته وقلبت في اللابتوب كويس جدا بس كان فاضي تماما، كان حد بدله بلابتوب تاني. هي حبيبه للاسف كان عندها العاده دي، كانت كل شويه تغير موضوع اللابتوب ده. بس هي اخر فتره بالذات ما كانتش بتسيب اللابتوب في الشغل، كانت دايما بترجع بيه البيت. طيب ممكن يبقى في نسخه ورق في مكان معين في البيت؟ ما ده اللي هيجنني، انا دورت في كل حته مش لاقيه اي حاجه، دماغي هتنفجر من التفكير. الابحاث دي يعني يا اخي عن شركات ادويه اجنبيه هنا في مصر، ومجدي حشيش ليه اسهم كبيره جدا في الشركات دي. بس انا مش فاهمه اصلا ازاي واحد زي مجدي حشيش يسعى علشان يطلع دكتور صفوت براء. عشان ده شغله، في الاخر ده شغله، هو محامي وانا موكل عنده. ف وعلى فكره حتى لو كلامك صح، يعني ما احنا قاعدين اهو مش عارفين الابحاث دي فيها ايه اصلا، صح؟ حبيبه كانت قايله لي ان الادويه دي هتدمر صحه الناس قبل ما تعالجها. الكلام ده كبير قوي يا خديجه أوي. وعلى فكره يعني مجدي حشيش نفسه ممكن يكون عنده اسهم في شركات كتيره جدا، هو نفسه ما يعرفش عنها حاجه. وبرضه في الاول وفي الاخر موكل عنده، فلازم يكسب القضيه لان خسرتها يعني خسرت سمعتها. صحيح، والشك في مجدي مش هيوصلنا لحاجه اصلا. طيب انا مبسوط جدا ان انا شفتكم، معلش مضطر ان انا استاذن، انا عندي ميعاد مهم. اسمحوا لي انا بقى. بس احنا لسه ما قعدناش معاك يعني يا دكتور. اكيد هنتواصل يعني، اكيد هنتواصل. انا جاي معاك يا دكتور. اوكي باي باي. خدت بالك من الكارت؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.